Welcome to Unlimited Talk by سناء سلاي. أول حاجة بغيت نقولها لكم Thank you so much guys. Thank you so much على كاع لي ميساج زوينين اللي كانوا كيتكتبوا ليا في يوتيوب, كاع لي ميساج اللي كيتصيفطوا ليا في انستغرام, all the comments. My favorite thing to do هو انني نحط الكاميرا او لا نحط الميكرو بحال هكا ونبقى نهضر معاكم. I love vlogging, I love doing a lot of things. بزاف ديال الناس كيسولوني كيقول لي واش مابقيتش غتبوستي في لاشين الاخرى. Of course not, like هذيك الشين لايف ستايل, شنو كندير في نهاري, vlogs, routines, هذيك الشين وهي حياتي. اما هذا الشيء اللي هنا او لا البودكاست او لا لايك سبوتيفاي, ابل بودكاست, هادشي كامل هضرتي الجمعه ديالي معاكم and everything. كاع داكشي اللي ما نقدروش نديرو في لاشين الاخرى غادي نديرو في هاد الشين. والحاجه اللي بغيت نقول لكم وهي غادي يبقى يكون بودكاست كل خميس غيبقى يتلاح بودكاست, سو غادي يولي بحال شي برنامج بحال هكا. كل خميس تبقاو تسمعوا البودكاست ديالي اند اي لاف ذات. لحقاش كنت سولتكم في انستغرام قلت لكم قولوا لي النهار اللي تبغوني نبقى نبوستي فيه اولا واش نبوستي بحال هكا راندوملي نجي نصور ونحط لكم اولا نجي نسجل ونحط لكم, ولكن كلكم قلتوا لي لا بغينا نهار واحد اللي تبقاي ديما تبوستي فيه ولا تبقاي ديما تحطي فيه لي زابيسود. وجاتني صراحه فكره مزيانه اني كل خميس نبقى نبوستي لكم, يعني نتوما كل خميس سنة غدا تبوستي بودكاست. Today's episode is one of my favorite ones. ومن شحال اللي كنت باغي نديرها, هادشي كنت باغي نديرها في الجيرلز توكس, ولكن من نهار فكرت انني ندير بودكاست لحقاش باي ذا واي جايز انا كنت باغي ندير بودكاست تقريبا من شهر 8 ديال العام اللي فات قبل ما نجي لكازا وقبل ما نكون شحال من حاجه, ولكن الحاجه اللي كنت كنتسناها هي نسكن بوحدي لحقاش الدار اللي كنت ساكنه فيها ما كانش كاع نقدر ندير بودكاست, كان صداع الغوات you know like سيتي يونيفرسيتير. ولكن فاش كتسكنوا بوحدكم لايك سمعوا الكالم, like I can do whatever I want. سو هادشي اللي كنت كنقلب عليه. سو today's episode غادي نهضر معكم بحال خواتاتي الصغار, ماشي خواتاتي الصغار لحقاش كاينين بنات كبر مني كيتفرجوا فيا, كاينين بنات مزوجات كيتفرجوا فيا, كاينين دي ماما وكيتفرجوا فيا انا عارفه, ولكن زعما انا كو كانت عندي اختي صغر مني like هادو هما الادفايس اللي كنت غادي نعطيها. انا مكرهتش بحال دابا اختي كو كانت قالت لي هادشي فاش كنت انا باقي عندي 16 عام مكرهتش, اولا فاش كانت عندي 14 عام. سو like I feel بحال البنات فاش كيكون عندهم 15 16, وخصوصا انا عندي بزاف ديال البنات الصغار, بزاف ديال البنات الصغار كيتفرجوا فيا, كنشوف هادشي من الانسايت عندي في يوتيوب. ومكرهتش كلشي يسمع ليا في هاد الابيسود, عافاكم كلشي يسمع ليا في هاد الابيسود لحقاش هادشي اللي غادي نقول لكم في هاد الابيسود. انا مكرهتش كنت قال لي فاش كانت عندي 15 عام كيف ما قلت لكم, لايك فريمون هاد الهضره اللي غنقول لكم مكرهتش كون كانت قالت ليا, فانا لايك غادي نعتبركم بحال خواتاتي الصغار اولا الكبار. شحال ما بغى يكون عندك من عام عافاك, شحال ما بغى يكون عندك من عام, الا كنتي كتفرجي في اليوتيوب كتبي اي نصيحه جاتك في بالك, كتبي انا سميتي كذا عندي كذا 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 شحال من عام, وكتبي النصيحه اللي تبغي تقوليها لاي واحد. كيف ما بغات تكون هاد النصيحه just give an advice في لي كومونتير لحقاش انا كنقرا كاع لي كومونتير. So let's begin. بغيت غير نقول لك بلي اول دري غتعرفي عليه في حياتك ماشي هو اخر واحد, فبزاف منا بزاف 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 ما نقدرش نقول لكم شحال ديال البنات كيطيحوا في هاد البلان اولا شحال ديال البنات كيعيشوا هاد الشيء, وهي انها فاش كتعرف على شي واحد وهي باقا صغيره لايك كيصحاب ليها بلي صافي هذاك هو اول واخر واحد غتلاقى معاه في حياتها, ولا ما تزوجاتش بيه ولا ما كملاتش معاه ولا صافي اتس دان, صافي حياتها مشات, صافي ما بقات غتعرف حتى شي واحد. واش نتوما متخيلين زعما طول لينا الله العمر نقولوا متنا متعاديه على 65 70 80 عام, كل واحد واجله, كل واحد امتى مكتوب لي غادي يموت. ولكن نفترضوا انك واحد الانسان اللي غادا تعيشي لونغ تايم, يعني غتعيشي واحد الفتره ديال الزمان, غدوزي الليسي, غدوزي الكوليج, غدوزي لونيفرسيتي, واش انتي عارفه شحال من دري غتلاقى معاه في حياتك؟ واش انتي عارفه الكونتيتي ديال الناس اللي غتلاقي معاهم في حياتك؟ فاول دري عرفتيه في حياتك وما صدقش اولا دار لك شي بلان اولا لايك هي تشيتد اون يو اولا لايك هي هيرت يور فيلينغ, ات دازنت مين انك اختي هو اللي كاين في الدنيا. ماشي اول دري شفناه اولا ماشي اول دري تعرفنا عليه في حياتنا صافي غتبقاي تبغيه بوحديتو اند يو ويل نيفر موف اون وما نعرف شنو. لا واش انت متخيله شحال باقي تابعينك ديال الاعوام؟ عرفتي شحال من واحد كتلاقي معاه في النهار؟ عندك 15 عام راك باقا صغيره, عندك 18 عام راك باقا صغيره, عندك 22 26 28 30 32 راك باقا صغيره. راه ماشي اول دري تلاقيت معاه في حياتي اولا ثاني واحد اولا ثالث واحد وما صدقش غنبقى نبكي عليه حياتي كامله وغنبقى نقول لا عمري ما نطلق مع شي واحد مزيان, الدراري كلهم بحال بحال. لا الدراري ماشي كلهم بحال بحال, باقي غنهضروا على شي في لزابيسو ثانيين, ولكن الدراري ماشي كاملين بحال بحال. كيف ما حنا البنات ماشي كاملين بحال بحال, الدراري ماشي كاملين بحال بحال, والناس اون جينيرال ماشي كاملين بحال بحال. فما تبقايش تبكي ليا على لا ميم بيرسون, ما تبقايش تفكري ليا في لا ميم بيرسون. باقا غتمشي لونيفرسيتي عرفتي شحال من واحد غتلاقي معاه في لونيفرسيتي, باقا غادا دوزي ستاج عرفتي شحال من واحد غتلاقي معاه في ستاج, باقا غادا تخدمي عرفتي شحال من واحد غتلاقي معاه في الخدمه. راه ما يمكنش الكم ديال الناس اللي غتلاقي معاهم في حياتك واللي غادي يعجبوك واللي غادي تبداي معاهم في ريلاسيون واللي 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 وكاين الحاجه اللي غتقدري توصلي معاها تتخطبي وصافي تكونوا غتضربوا العقد وما نعرف شنو طرا شي حاجه لايك
هادشي ما كيعنيش انه صافي حياتك وقفات. صافي انا واحد الدري ما بقاش ليا في حياتي، اولا صافي واحد الدري تعرفت عليه وانا صغيره وخرج ليا من حياتي، صافي انا غادي نموت غنتسطى انا منو الخلاق. لا لا لا. ثاني حاجه listen to your parents، سمعوا لوالديكم، الله يرحم لكم بها الوالدين لما سمعوا لوالديكم. انا كنقول لكم سمعوا لوالديكم ما كيعنيش انكم لك انت ما عندكش، كيف ما كنت قلتها في واحد المره في واحد الجروس توك، ما عندكش مع الماتو قال لك باك والو سيدير لي سيونس مات علاش غير باش يعاق بك قدام صحابو. لا هنا ما تسمعيش لوالديك، هنا سمعي الحاجه اللي انت عندك معاها واللي انت عارفه فيها مصلحتك. لحقاش القرايه انت عارفه شنو الحاجه اللي عندك معاها وشنو الحاجه اللي ما عندكش معاها. انا كنقول لكم سمعوا لوالديكم فاش الحاجه كتعلق بصحاب اون بيرسون. درتي صاحبتك جديده اولا درتي بزاف ديال صحاب جداد، شفتهم ماما قالت لك انا بنتي ما مرتاحاش لهم بعيدي عليهم، ما تجيش انت تبداي تغوتي لا وانت اش كتعرفي وهذاك جيل وهذا جيل صحاباتي هما اللي كيفهموني ناناني نانانا. لحقاش لحقاش غدوري دوري دوري وغترجعي للهضره ديال ماماك. تراست يور بيرنتس جات فيلينغز، سمعوا لوالديكم فاش يقولوا لكم بعدي من ديك لا بيرسون، سمعوا لوالديكم فاش يقول لك بنتي انا ما مرتاحاش لهاد الحاجه، كنتي باغا تخرجي كنتي باغا تخرجي كنتي باغا تسافري كنتي باغا ديري شي حاجه في حياتك وقالت لك ماماك انا بنتي ما مرتاحاش لهادي انا بنتي ما هادي انا خاطري بنتي ما مهنيانيش مع اللي ما ندير ديك الحاجه. الدنيا ما غاداش توقف على ديك تسافرها ولا عليك الخرجه مع صحاباتك او لا ولا 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 اي حاجه كتحس بها ماما كوني متاكده انها توقع. لا بنتي الله يرضي عليك بعدي من هاد البنت، لا بنتي الله يرضي عليك هذاك الدري راه ما يصلحش ليك هذاك الدري راه ما ارتحيتش ليه. هادشي ما كيعنيش ان ماماك غير باغا تنكد عليك حياتك وان ماماك ما كتفهمش وان ماماك من جيل ولا باباك من جيل وانت من جيل. لحقاش في الاخر هضرتو ملي كتكون بصح وفي الاخر فاش كطرى ديك الحاجه غيمرضوا ليكم راسكم. ياك انا قلت لك ياك انا نصحتك ياك انا هادي اللهم من الاول ما نصدعش راسي. ماما قالت لي انا ما مرتاحش لديك لا بيرسون، هادشي ما كيعنيش انك تمشي بحال دابا انت تعرفتي على صاحبتك جديده وماما قالت لك انا ما مرتاحاش لها يمكن ما تبقايش تخرجي مع ديك لا بيرسون، ولكن ردي بالك منها وحاولي تخلي ديستانس بيناتكم. ما كاينش انك تقطعي لي ريلاسيون ديالك مع ديك لا بيرسون، لا غير كيپ يور ديستانس، خلي ديستانس بيناتكم وردي البال منها. عافاكم تصنتوا لوالديكم فاش يقولوا لكم على شي واحد ما مرتاحينش ليه او لا شي خرجه ماشي هي هذيك او لا شي تسافره ماشي هي هذيك. كيحسوا كيحسوا. ثالث حاجه ديما خلي في بسطامك 50 درهم كبيره صغيره، كلنا والدينا كيعطونا الفلوس، كاينين شي بنات ما كيعطونش والديهم الفلوس ما كنهضرش على كل شيء، ولكن زعما كان والديك كيعطوك الفلوس كنتي كتخرجي شدي بسطام عشي دوك البزاطم اللي كيكون فيهم بزاف ديال دوك لي بوشيت بحال هكا، هادشي داك البسطام غديري واحد البوشيت اللي ما كديري فيها حتى شي حاجه واحد الجهه ما كديري فيها والو، ديما فيها 50 درهم ديما فيها 50 درهم. ما تعرفي امتى تحنسري، ما تعرفي امتى تخرجي في ديت وداك خونا ما يخلصش عليك ولا ما يبغيش يخلص ولا ما تحسيش براسك كومفورتابل، فاتليست تقدري تخلصي واحد 50% ونسيها. ما تبقيش تفكري انا عندي 50 درهم نمشي نشري بها، ما تشري بها ما تشري بك 50 درهم اولا 100 درهم اولا على حساب البيدجي اللي كيعطوك والديك. كان والديك كيعطوك بزاف ديال الفلوس يعني محركه عندك القضيه، ماما كتعطيك بابا كيعطيك واحد 4000 ريال ديما عندي في الجيب، 4000 ريال ما كتحيش من بسطامي ما كتحيدش ديما عندي. ما تعرفي الوقت والزمان هذا، تعرفي تحسري في شي بلاصه، تعرفي تخرجي ديت مع شي مسخوط الوالدين ضاربي معاه ولا شي حاجه ويلوحك في شي خلا، اتليست تلقاي تاكسي اولا تلقاي شي واحد اللي وصلك وعندك باش تخلصي. ديما الفلوس عندي في جيبي على حساب البيدجي ديالك. فانا قلت لك 50 درهم اقل حاجه، يعني الا كان عندك فلوس بزاف خلي فلوس بزاف، ماشي فلوس بزاف ولكن زعما 200 درهم كافياك الا احتاجيتي شي حاجه ولا طرا لك شي بلان. وبالنسبه للبنات اللي ما كيكونش عندهم بزاف ديال الفلوس 50 درهم كافياك انها تشد لك تاكسي انك تخلص لك شي حاجه خفيفه لك اللي تاع في شي كافي بالزربه. المهم ديما 50 درهم في جيبي، في حال احتاجيت ديك 50 درهم نهزها نقضي بها غراضي ونبقى ديما مفكره راه خصني 50 درهم نعاود نخشى في البسطام. 50 درهم ما كتحيدش ما كنشريش بها فوقت الحزه. النصيحه اللي مورا هادي واللي انا براسي بقى كنعطيها لراسي مره مره وكنفكر بها راسي، وهي انك راه ما محتاجاش بزاف ديال الحوايج، ما محتاجاش بزاف ديال الحوايج لحقاش راه كيقدروا يكونوا عندك عرام ديال الحوايج. وفيما تبغي تخرجي تقول انا ما عندي ما نلبس، انا عندي عرام ديال الحوايج كيجوني من كولابوراسيون كيجوني من بي ارز وشحال من حاجه، ولكن اشاك فوا كنبغي نخرج الماريو غيطرطق عندي بالحوايج، عندي كلشي وكنبقى نقول ما عنديش الحوايج. فين كاين ديفو؟ ديفو كاين هو اننا ما كنعرفوش ناخذوا الحوايج. كاملين بينا خصنا نتعلموا نشريو الحوايج. اشنو الغلط اللي كنديرو؟ كتكون عندك واحد شويه ديال الفلوس كتدخلي شي ماكازان كتبلك شي بياس في الليموني فيها المفرفر هنا فيها بعض السقلي من هنا فيها السناسل من هنا كتقولي وا غتجيني واعره، كتهزيها وكتمشي تاخديها وكتخرجي. فاش كتمشي للدار كتقيسها وكتعجبك كتقولي وا جاتني زوينه
لبسينا وكديريها في الماريو عمرك ما كتلبسيها. علاش؟ لحقاش ما كنسولوش راسنا هاد الحاجه معش غنلبسها، هاد الحاجه امتى غنلبسها؟ عرفتوا انا شحال عندي ديال دريسز؟ عندي عرام ديال دريسز، واشاك فوا فيما كندير لكم شي اول ديال فاشن نوفا كنقول لكم اه هاد البياس غادي نلبسها فاش نكون غدا شي ايفينمون، هادي سو كلاسي غنلبسها هنا غنلبسها هنا، عمرني ما كنلبسهم. لحقاش انا واخا انفلونسوز ماشي من الجونغ اللي كيعجبني نمشي لزيفينمون، انا كيتعيطوا ليا بزاف ديال زيفينمون وما يمكنش نمشي شي ايفينمون لحقاش ما كنحملش نكون في الفايب ديال ان ايفينمون. ما عرفتش فهمتوا ولا لا، ولكن لايك ما كيعجبنيش شحال نكون مدوره بزاف ديال الانفلونسوز وكلشي هاز التليفونات وشي كيصور من هنا، كتلقاي راسك فهاد ستوري كتلقاي راسك فهاد ستوري. لايك واخا انا انفلونسوز وخصني نولف على هادشي، ولكن I'm not into this. شي علاش ما كتشوفونيش بزاف ديال الزيفينو؟ ما كيعجبنيش نتخالط مع بزاف ديال الناس. anyways ماشي هذا هو السوجي ديالنا، ولكن المهم كنقول اه هادي غنلبسها هنا هادي غنلبسها هنا وعمرني ما كنلبسها. علاش خديتها من الاول؟ فالنصيحه الوحيده اللي نقدر نعطيها لكم سيرو بوغ لي بازيك، خدي دي توب في النواغ، دي توب في البلون، دي توب بحال هكا في النيود، شي حاجه اللي غتجي لك مع كلشي. الا عندك الفلوس ديما شري بيزكس. ما كنتيش عارفه شنو هما لي بازيك ديال اللبس، غتدخلي غير جوجل غتكتبي بيزك ستوبس او لا اي حاجه وغادي يطلعوا لك على الرام لي بازيك ديال لي توب. تيكون توب بحال هذا اللي لابسه انا دابا، الناس اللي كيشوفوني في يوتيوب غادي يشوفوا، الناس اللي كيتصنتوا ليا في شي بلاصه اخرى راه المهم لابسه توب سامبل كحل باغ اكزومبل. هذا نقدر نلبسو مع جينز، نقدر نلبسو مع سروال كحل، مع سروال بيض. ليك فاش غادي نكون خارجه وغنكون زربانه وخصني نلبس شي حاجه اللي غادي نبان بريزنتابل وغنبان كيوت وزوينه بها وسامبل، نقدر نلبس هذا مع بزاف ديال الحوايج. فدي ماسيرو بوغ لي بازيك. قبل ما نمشي ناخذ شي توب ديال لي سواري اللي اصلا انا ما كنمشيش ليهم، قبل ما نمشي ناخذ شي جوب اللي اصلا ما غتخلينيش ماما نلبسها، قبل ما نمشي نشري هادي وهادي وهادي، نمشي بوغ لي بازيك، ناخذ شي حاجه اللي غنلبسها ديما وشي حاجه اللي غنستافد منها. فتعلموا تعرفوا فين تخسروا فلوسكم. ماشي اي حاجه زوينه راني غادي نشريها وغتجي معايا. لحقاش تقدر تكون جات زوينه على الموديل ولكن انا ما غادينيش زوينه، لا كولور ديالها ماشي في لاتان ديالي، يعني ماشي اللي عجبتني شي حاجه غنمشي نهزها ونمشي نخلصها. نو شوفي واش لا كولور تجي لك مع لاتان ديالك، شوفي واش عندك مع اش غتلبسيها وفين غتلبسيها. فما بقاش غير كنشري وكنعمر في الماريو فاش كنبغي نخرج كنقول ما عنديش الحوايج. نمشي بوغ لي بازيك ديما. نيكست ستوب فولوين بيبل يو دونت لايك. ناري على بلان شحال كيعصبني، كاينين بزاف ديال البنات عندي في انستغرام فيهم هاد القضيه وما كنحملش هاد القضيه. باغ اكزومبل انا فاش كنجي كنهز التليفون باش غادي ندخل انستغرام ولا غادي ندخل تيك توك ولا ندخل يوتيوب، غنبغي نشوف شي حاجه اللي غتموتيفيني، غنبغي نشوف شي حاجه اللي غتانسبيريني، غنبغي نشوف شي حاجه اللي غتعجبني. فانا لجي دخلت الانستغرام واحد خيتي فاش كنشوفها ما عنديش معاها، ما جنوني ما كيحملوهاش، تقدري انت ما تكون بينك وبينها حتى شي حاجه. باغ اكزومبل كيكونوا بعض المرات دي انفلونسوز اللي ما كيتصرطوش لينا، باغ اكزومبل انا لي انفلونسوز وكاينين دوطخ انفلونسوز اللي ما غاديش نبغي نكون اراوند ذم، اللي ما غاديش نبغي نتكونتاكت معاهم، اللي ما نبغيش نشوفهم اصلا في الفيد ديالي. سو اقل حاجه تقدري ديري وهي انفولو وبلوك. ما كيعجبكش شي واحد، ما كتحمليش تشوفي كمارته، ما كيتصرتش ليك، كتبقاي ديما تشوفيه وتعيبي فيه وفاش كتشوفيه بحال هكا كطلعك واحد الباد انرجي. انفولويه ونبلوكيه، ما نبقاش نستالكيه وما نبقاش تابعه ونشوف شنو دار في حياته. باغ اكزومبل كاينين شي بنات اللي كنشوفهم بزاف في دي جروب فيسبوك، كتجي كتكتب على شي وحده شي انفلونسوز مشهوره ولا شي ممثله كتقول لك اه شو كتعرفات بيه الحوايج، كتعرفات عيق بهادي، كتعرفات عيق هادي. يعني انت فاش كتشوفي ديك الانفلونسوز لايك شي ميكس يو فيل باد، انت اصلا ما كتحمليش تشوفي كمارتها، فعلاش انا غنفولويها؟ علاش انا غندير لراسي بحال هادشي؟ انا غادي نعيش مره وحده في حياتي، عندي مستقبل خصني نجريه، خصني نفكر شنو غندير في حياتي. يعني خصني نشوف شي حاجه اللي غتموتيفيني، شي حاجه اللي غادي تزيد بيا القدام. شنو غادي ندير؟ ندخل الانستغرام وشي وحده ما كنحملهاش كتطلع لي في راسي، فيما كيطلعوا لي لي ستوري ديالها، فيما كتطلع لي البوبليكاسيون ديالها، ما كنحملش نشوف كماتها كديموتيفيني كتجيب لي الباد فايب، نبقى نتفرج فيها. علاش نبلوكي؟ سيدي ربي دار لينا واحد النعمه، واحد النعمه عطاها لينا وهي بلوك انفولو. كيبان واش كتقدروا ديروا انفولو لشي واحد وكيبقى يطلع لكم البوبليكاسيون ديالو، هادشي نو خمار. بلوكي كيف ما بغات تكون دخلتي نبلوكي. انا باغ اكزومبل ما تقدروش تخيلوا شحال من واحد مبلوكي في حياتي. عرفتوا لا دخلتوا لا ليست ديالي ديال البلوكاج في انستغرام ولا في فيسبوك اولا فيما دخلتوا اولا حتى في تيك توك، عرفتوا شحال غتلقاوني مبلوكيه من واحد؟ اي واحد كيعطيني باد فايب، اي واحد كيكتب ليا كومونتير خايب، اي واحد كيبغي يدير لي داك ساركازم الخاوي في لي كومونتير كنبلوكي، اي واحد كيكتب ليا كومونتير خايب كنبلوكي، اي واحد كيصيفط ليا ميساج خايب كنبلوكي، اي انفلونسوز كتطلع ليا ما عنديش معاها جنوني ما كيحملوهاش. انا ما دارت لي حتى شي حاجه ما بيني وبينها غير الخير والاحسان، ولكن جنوني ما كيحملوهاش. انا ما كتصرتش ليا ديك خيتي كنبلوكيها. انا كاينين بزاف انفلونسوز اللي مبلوكياهم ما بيني وبينهم والو، ولكن لايك ما عنديش معاهم. فاكبر خير غديري في حياتك وهي نحيد الناس اللي عندي في السوشيال ميديا اللي كيعطوني
باد انرجي نحيدهم كاملين، حقاش انا ما ناقصنيش مشاكل، انا ما ناقصنيش صداع الراس. نيكست كتجينا هذه واحد النصيحه اللي بازيك واللي كلشي كيقولها، وهي شرب الماء بزاف. تقول لي صدق كاع الناس كيقولها، ولكن اي مين ات، شرب الماء بزاف. انا ما غاديش نجي دابا نقول لكم الفوائد ديال الماء وما نعرف شنو، ولكن عافاك لما ديري خير واحد فراسك وشربي الماء بزاف. نحاول نعمر قرعه كبيره ديال الماء، لقيتوا هذوك القرعات المزوقين راه كيتباعوا في مينيسو وعندي انا ديما كنوريهم لكم في يوتيوب، حاولوا شروهم كي موتيفيوكم على الماء. فاش نكون خارجه نهز معايا قرعه ديال الماء، خصنا دابا حال سخون، نهز معايا قرعه ديال الماء بارده من الثلاجه، ندير لراسي شي حاجه. عافاكم، ديما نفكر في صحتي من هذا الكوتي ديال الماء. انا عارف راسي غادي نخرج قرعه ديال الماء صغيره نديرها في الثلاجه، نعمرها نديرها في الثلاجه، صافي نكون خارجه نهزها في يديا قرعه ديال الماء، هزها في يديا. اولا ما كيعجبكش الشكل ديال القرعه ديال الماء سيري مينيسو، كاينه مينيسو مينيسو، كاينين بزاف ديال هاد العيبات بحال هكا كيبيعوا قرعات كيوت. نشد شي قرعه كيوت فيها الفايب في البينك بارد اولا في البيج، نعمرها بالماء وندير فيها شي طريفات ديال الثلج ونهزها معايا فاش نكون خارجه. لايك ضروري، هادي شي حاجه اللي ضروريه ولي خصك تولي فيها فراسك، خصك تولي فيها راسك انك تشربي بزاف ديال الماء. النهار اللي ما كندخلش فيه للطواليت بزاف، يعني for you know لا شربتي الماء بزاف كتدخلي للطواليت بزاف، فالنهار اللي ما كندخلش فيه للطواليت بزاف كتجيني weird ما شربش الماء بزاف. فديما ولفي راسك هاد البلان ديال خصني ندخل الطواليت بزاف وخصني نشرب الماء بزاف، هادشي نورمال جد نورمال. نيكست تعلمي تقولي لا، ما عجبتنيش شي حاجه هذيك الحاجه ما عجبتنيش، نخرجوا اليوم ماشي غير باش ندير لك خاطرك، لا انا ما راشقش ليا، انا ما بغيتش، انا ما مرتاحاش، اي حاجه غتخليني ما مرتاحاش غادي نقول ليها لا. ومن هنا كتبدا انك تعلمي تقوي الشخصيه ديالك، اللي غنهضروا عليها في دي زيبيسود اخرين ديال كونفيدنس وشحال من حاجه. اول خطوه ديال الكونفيدنس اللي نقدر نقولها لك دابا قبل ما نوصل لديك لابيسود، وهي تعلمي تقولي لا. باش كتعلمي انك تعطي لوبينيون ديالك لما عجبتك شي حاجه، كتعلمي انك تخرجي داك الشيء اللي عندك لداخل، اي حاجه ما عجبتنيش غادي نقولها، فهكا لايك كتباني بلي عندك ا ريلي سترونغ بيرسوناليتي، كتباني سو كونفيدنت. انت جالسه مع شي جروب ديال البنات اولا شي جروب ديال البنات والدراري وبداو كيطلعوها عليك، نخرج فيهم طول وعرض، ماشي وروق لك يضحكوا معايا، لا ما كيضحكوش معاك. اغلبيه ديال الضحك اللي كيدوز بحال هكا ديال ان كاع الناس كيضحكوا عليك وكيخشوا لك الهضره من التحت، ما كيكونش ضحك، كتكون هضره بصح. فانا فاش نكون في واحد الجروب ما مرتاحاش فيه كنخرج فيهم طول وعرض، عاودي شنو قلتي، عاودي ديك اللقطه اللي قلتي، انا في هادي، لا كنضحك معاك، لا ما كتضحكيش معايا، ما كيعجبنيش هاد الضحك، ما تبقاش تضحكي معايا هاد الضحك. ما عجبتني شي حاجه نخرج في بنادم طول وعرض، لحقاش حتى شي واحد ما عطاك حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما كيصرف عليك، حتى شي واحد ما كيهزلك القفه من غير والديك بيان سور. فاش هاد لو جونغ ديال الناس كيعجبهم انهم يطيحوا من قدام الناس باش هما كيحسوا براسهم سوبيريور عليك، وهذا الشيء كيعني انهم they are not confident. كيف ما بغاو يكونوا هاد الناس اللي قدامك، ماشي خصك ضروري انك تحترمي كل شيء. كنحترم اللي كيحترمني، صغير كبير، صغير غتخسر معايا الهضره، غتبدا تدخل وتخرج معايا في الهضره، غتطيح مني شي حاجه غنصرفقها معاك حتى غدور باش تعلم انك تربى. شي واحد كبر مني من لا فامي او لا كيلكو سوا غيجي يبدا يخشي ليا في الهضره، شحال جبتي بنت فلانه جابت، واش انت مالك، تمين تبان تاش مشي عليك. نتعلم انني نخرج في بنادم، واخا شي غادي يخسر لك لي غولاسيون ديالك مع الناس، ولكن اصلا انت ما محتاجه حتى شي واحد في حياتك اللي غادي يزيدك عقد نفسيه وغادي يزيد يمرضك بالهضره. ديكو نتعلم انني نحترم اللي كيحترمني، كتحترمني حتى انا غنحترمك ونهزك فوق راسي وفوق عينيا. ما كتحترمنيش كتخشي ليا الهضره، باغي تبان واعر فوق من ظهري، غنخرج فيك طول وعرض وغادي ندور فيك ونقول لك دخل سوق راسك، ماشي شغلك، ما كتصرفش عليا، دافجي لي دارك وغادي نجمع معاك. وير سان سكرين، الله يرحم لكم بالوالدين لما تجيو سان سكرين. نهار عقلت على راسي بديت كندير يوتيوب وانتم كتقولوا لي لايك، انتم خواتاتي كتقولوا لي سناء ديري سان سكرين، وانا كنحماره كنقول لكم لا سان سكرين كتزيد لي وجهي، لا سان سكرين ما كتجيش معايا، لا ما لقيت حتى شي سان سكرين توافقني. وير يور سان سكرين، كي ويل ثانك يور سيلف فاش توصلي 30 40 عام وتكون عندك واحد البشره اللي زوينه ولايك سو كلير ونقيه وكتبان هكا كدير، يو ويل ثانك يور سيلف. فالله يرحم لكم بالوالدين، وير سان سكرين راه ما غاليش، كيف ما كتجمعي فلوس للشرابط جمعي فلوس للسان سكرين، وسيري شري شي سان سكرين، ما كيجيش معاك هذا كيزيد لك وجهك، سيري قلبي على واحد اخر اللي يوافقك. المهم وير سان سكرين، ديري لوجهك وديريه لعنقك ولايديك. الا كانت سان سكرين غاليه وغتقولي لي درتها لوجهي وعنقي وايديا دغيا تقاد عليا، ودي الحاجه انا اللي ما كنحملش الحقاش سان سكرين فاش كديريها لعنقك وايديك وداكشي دغيا كتقاد وجهك، خدي لي شي سان سكرين اللي غاليه واللي كتوافقك. بالنسبه لعنقك وايديك خدي شي سان سكرين اللي في المتناول اللي رخيصه واحد شويه تبقاي ديرهم ليها. المهم يو سان سكرين، تراست يور جات فيلينغز. نعطيك واحد ليكزامبل ديال لي غولاسيون، كنتي في دون غولاسيون مع اون بيرسون وكتحسي بلي ديك لا بيرسون كدير شي حاجه موراك، ما مرتاحاش شكه، وماشي غير اي شك اللي كيجيك ديما، لا هاد المره حاسه بلي شي حاجه ماشي هي ديك، شي حاجه خايبه غطرا
شي حاجه ماشي هي هذيك trust your gut feelings لحقاش داكشي اللي كتحسي به هو اللي كيطرى. و باغ اكزومبل كنتي غادي تخرجي في ديت مع صحابك, كنتي غتمشي لشي بلاصه وحسيتي بشي احساس ماشي هو هذاك, ما مرتاحاش لهاد الخرجه, المود عندك كان مزيان ولكن واحد شويه تقلب, ما بقيتيش مرتاحه لهاد الخرجه, ما نخرجش. طرات لي مره ما جوش, وطرات لي بزاف ما مره ما جوش. فاش تكوني عندك شي احساس خايب من ناحيه ديال شي حاجه, ما نقربش ليها. سيدي ربي كيصيفط لك داك الاحساس, كيقول لك عافاك ردي بالك, تعلم انني نثق في الاحاسيس ديالي. حسيت شي حاجه ماشي هي هذيك غطرا نثبت لها. كيعجبني واحد المثل كيقول يو كانت باي يور بيلز ويذ بيبلز اوبينيون. الناس اللي كيفهموا لونجلي راه فهموها, وعندي بزاف ديال الناس غادي يقول لي سناء علاش كتهضري بلونجلي وكتعاودي ترجميها بالعربيه, لحقاش عندي بزاف ديال البنات سواء صغار سواء كبار وما عندهمش مع لونجلي بزاف, كنقول شي كلمات اللي ما كيفهموهمش. فهاد الشيء علاش انا كنحاول ديما نقول كلمه بلونجلي ونحاول في الجمله اللي موراها نترجمها بالعربيه باش كلشي يفهمني. شنو كتعني هاد البلان؟ هذيك كيهضرات فيك كيما هضراتش, ما غتزيدك ما غتنقصك, قسما بالله الا ما غتزيدك ما غتنقصك. تقدر تضرك في خاطرك ديك الهضره, بيان سور غتضرك في خاطرك ديك الهضره لحقاش كتسمعي شي هضره اللي ما كايناش واللي ماشي بصح, ولكن راه ما غتزيدك ما غتنقصك. الهضره ديال الناس ما غتخلص لك كراك, ما غتعطيك ديبلوم, ما غتنجحك في حياتك, ما غتزيد بك القدام. الحاجه الوحيده اللي غادي دير لك وهي انها غادا تمرضك في حياتك, وغتبقى ديما كتفكري غير هذا شنو كيقول عليا وهادي شنو قالتي عليا, وناري ماما عمتي قالت لي هادي, وناري ماما بنت عمتي غالي, وناري هادي وناري هادي. الله يرحم لكم بها الوالدين. ديما فكري بحال هكا, شي واحد هضر عليك كيف ما بغى يكون الهضره اللي قال عليك. نخرج فيه طول عرض بيان سور, غادي ديما كنقول لكم الفو غتهزي التليفون اولا الفو غتمشي تواجهي ديك لا بيرسون, يا اختي انت قلتي عليا وقلتي وقلتي, فين كنعرفك؟ شاد هضره كتقولي غتولي كترعد قدامك, اولا غيولي كترعد قدامك. فنتعلم انني نواجه لا بيرسون سواء في العائله سواء في اي حاجه. انا كنركز لكم على القليل العائله, لحقاش العائله هي اللي كيطرو في هاد البلانات كثر. عمتك راه قالت كذا كذا, كو هادي هادي نس تليفون الو قلتي كذا كذا كذا, ما نبقاش نتسوق لها يقولوا على فلانه اللي وصلت لي الهضره بلي راه وصلاتها, يقولوا لي بغاو يقولوا هي ما غاداش تقول بلي راه هي قالت لك الهضره. ما عرفتش واش فهمتوا في الخريطه اللي درت لكم دابا, ولكن المهم انا كنحاول نوصل لكم. نتعلم نخرج في بنادم طول عرض, ما نبقاش نحشم. ما تقولش لي لا واحد كبير عليا نبدا نحشم منه, ما نحشمش منه. علاش نحشم منه؟ واش هو حشمني فاش قال لك الهضره؟ في حياتي كامله نتسوق الهضره ديال دو بيرسون. الله يرحم لكم بالوالدين, مك وباك, مك وباك هما الوحيدين اللي نتصنت لهم, هما الوحيدين اللي نسمع لوبينيون ديالهم. شي حاجه ما عجباتهمش بيان سور لا كريتيكاوني على شي حاجه, يبقى فيا الحال نقول هادي هادي. بنادم ما غادي يزيدك ما غادي ينقصك, حتى واحد ما كيزعك القفه, حتى واحد ما كيتقدى عليك, حتى واحد ما كيلبسك, حتى شي واحد ما كيصبطك, حتى شي واحد ما كيشري ليك اولا كيحط لك على وجهك داك الماكياج اللي كيقول لك كتكثري ماكياج, كديري هادي, كتلبسي هادي. فاش بقيتي كتسوقي الناس عمرك في حياتك غتزيدي القدام, غتبقاي اي حاجه بغيتي ديريها لا غايقولوا لا غادي يديروا لا غادي يديروا. ايه واخا من بعد شنو ما نبقاش نتسوق. نيكست ستوب ناغين. شنو هي ناغين؟ وهي النقير. فاش ما نبقاش نقر ان ريليشن شيب, باش تكوني دون زو ريلاسيون كاين شي واحد في الدنيا اللي ما كينقرش, وهادشي نورمال. ولكن داك النقير اللي بزاف اللي نهار كله انت كتنقري, ملي كتفيقي الصباح وانت كتهضري معاه هز التليفون كتهضري معاه وانت كتنقري عليه, شكون هادي شكون هذا ناني نانا مانانا نانانا. ما نبقاش نقر دون زو ريلاسيون بزاف. كانت لا ريلاسيون مزيانه نخليها مزيانه, نقش شويه من النقير, نحاول ناكيليبغي لي شوز. لا كانت لا ريلاسيون هي اللي كتخليك تنقري, شكون هادي علاش درتي ليها ابوني, علاش دخلتيها انا, علاش اجوتيتيها في سناب, نحيد والدي من حياتي انا. فستوب ناغين. هضرت على الحاجه المره الاولى ما تدارتش, عاود نفكر بها المره الثانيه ما تدارتش, المره الثالثه اخر حاجه, الثالثه ثابته. المره الثالثه ما نبقاش نعاود معاك الهضره, ما نبقاش نجبد معاك داك السوجي, لحقاش انت واحد الانسان كبير, انت واحد الانسان بعقلك, انت واحد الانسان عارف شنو كيدير. فانا هضرت معاك المره الاولى والو, نكرت عليك المره الثانيه والو, زدت نكرت عليك المره الثالثه والو. انا شنو كندير هنا في حياتك؟ انا غنجمع شراطي وغنزيد في حالاتي وغنزيد ندبر على راسي, غنزيد نكمل فقراتي, غادي نزيد نتعرف على ناس جداد في حياتي. انا ما نبقاش تابعك حياتي كامله وانا كنقر عليك في نفس الحاجه. فكيف ما كنقول لكم ما نبقاش نقر بزاف, نكرت على واحد الحاجه ثلاثه المرات وكنشوفها ما كتدارش, لا بيرسون ما كديرش معايا ايفور, باي باي. نيكست ما نبقاش نلبس غير الكحل. الله يرحم لكم بالوالدين البنات, ما نبقاش نلبس غير الكحل اولا شي الدراري, لحقاش كيتصنتوا ليا شي الدراري. وباي ذا واي هاد النصائح اللي كنعطيكم اولا هاد الهضره اللي كنقول لكم دابا فما كتمشى على البنات, ما تشوفونيش كنقول انتي لحقاش عندي بزاف ديال البنات على الدراري, لايك جو بونس كو عندي واحد 80% ولا 89% غادي البنات. فهادشي علاش كنبقى نقول انتي, ما راه عندي حتى الدراري. فهادشي كينطبق على البنات والدراري. ما نبقاش نلبس غير الكحل, كاين البيض كاين مارون كاين بيج
كاين بيبي بينك، كاين بيبي بلو، ما نبقاش نلبس غير الكحل. خرجي من يور كومفورت زون في القضيه ديال الحوايج، نبدل واحد شويه. ماشي انا فاش كنحل ماريو وانا كيبان ليا الكحل. باش نقول لك واحد المره، راه فاش كتبقاي تلبسي الكحل 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 كل نهار، بنادم كيصحاب لي بلي انت كتلبسي نفس الحاجه كل نهار. يس، واخا تقولي لي لا راه هذا السروال مشرق من التحت وقصير، والاخر لا راه جين وكحل وطويل. ذيرز نو ديفرنس. واخا يكون حتى جوغينغ ويكون شورت، بقاي تلبسي ليا الكحل كيعني انك كتلبسي نفس الحاجه كل نهار. نبقى نبدل واحد شويه. خديت لي بازيك ديال الكحل، خديت لي بازيك ديال الابيض، خديت لي بازيك ديال البيج، ندخل شويه بيبي بينك، ندخل شويه بيبي اورنج، نبدا بشويه بشويه نكوليكتي دي بيس ديفيرون. فاش نحل ماريو يبان لي اللوينات وما نكتئبش، لحقاش كنكونوا متاكدين ان الحوايج كيساهموا بواحد النسبه اللي كبيره في الاكتئاب ديالك اولا في المود ديالك. فانا فاش غادي نكون لابسه بيبي بينك ودايره مكياج خفيف زوين، دايره بلاش في البينك، لايك اي فيل مور جيرلي، لايك كنحس بحال هكا كيوت ودلوعه وداك الهضره ديالك. ولكن فاش كتلبسي هي كلشي كحل، لايك يو ار كيوت يو ار بيوتيفول اند ايفريثينغ، ولكن راه ما كتبدلي حتى شي حاجه راسك. عقلك كيتفوكس على انك نفس الحاجه اللي لبستها البارح هي اللي لبستها اليوم، وخا دا بيس ديفيرونت. نبدل شويه من الكحل، الله يرحمكم بالوالدين، باش النفسيه ديالي كتبدل. اخر حاجه، يور نا اسكين فور تو ماتش، يور جاست اسكين ذا رونغ بيرسون او ذا رونغ بيبل. شنو كتعني راك ما كتطلبيش بزاف؟ فاش كتجي نتا اولا كتجي نتي وكتهضري على واحد الحاجه مره، كتقولي شوف فلان انا راه ما مرتاحاش في ديك الحاجه، فعافاك لما بدلها. كنجي نهضر عليها المره الثانيه ونجي نهضر عليها المره الثالثه، ف راك ما كتطلبيش شي حاجه اللي بزاف. ما تمشيش مع بالك انك مره واقيلا كثرت عليه اولا راه واقيلا نقرت عليه، كيف ما كنا قلنا ستوب ناغين. ما نبقاش نقول لا راه واقيلا نقرت عليه بزاف، كثرت واقيلا، واقيلا هو ماشي بحال هكا، واقيلا هو هادي، واقيلا هو هادي، ولا واقيلا هي هادي، واقيلا هي هادي. كلنا كندخلوا في دي غولاسيون على اساس اننا غادي نتزوجوا، على اساس اننا غادي نكملوا مع بعضياتنا. فانا ما غاديش نجي ندخل معاك في غولاسيون وانا عارفه مورا شهرين غادي تسالي، لحقاش انا ما نبغيش ندير شي حاجه اللي حرام. لحقاش اصلا بين ان ريليشن شيب حرام، فهادي ما كنحيدوهاش اولا ما كنلغيوهاش اولا كنساوها. ما غاديش نجي انا ندخل في غولاسيون حرام ونبقى مرض معاك راسي نهار كامل، انا ما عجبانيش هادي، حبس هادي، عافاك ما ديرش هادي، باش في الاخر انت ما ديرش شي حاجه وما تسوقش الهضره اللي كنقول لك، وتحسسني اولا تمانيبوليني على انني كنطلب بزاف. نو جيرل، يو جاست اسكين ذا رونغ بيبل. من الاخر هيز نوت ذا وان. هذيك اختي ماشي هي المغرفه ديالك، لحقاش المغرفه ديالك فاش غتقولي ليها اشريف انا راه ما عجبانيش ديك البنت حيدها، انا ما مرتاحاش ان ديك البنت تبقى عندك في انستغرام. انت معايا؟ شنو غادي دير ببنت واحد اخر اكسبتيها؟ هذه حاجه باينه. فاش كندخلوا دون اون ريلاسيون كي ما خصنيش نبقى نفولوي بنادم، خصنيش نبقى نفولوي البنات، لحقاش حنا البنات بحال هكا. تعلم اولا ندير في بالي انني ام نوت اسكين تو ماتش، راه داكشي اللي كطلبيه راه سي غيان، راه سي غيان، راه سي لو مينيموم، راه اقل حاجه تقدري تطلبيها دون اون ريلاسيون، وهي انك تحبس، ما تهضرش ليا مع البنات، ما تبقاش تابوني ليا البنات، ما تبقاش هادي، ما تبقاش هادي. وانا غا ركزت لكم بزاف على القضيه ديال الفولوين وهادشي، لحقاش هذا جاست ان اكزامبل، فهمتي؟ انا ما عطيتكمش كلشي، لحقاش كاينين شي حوايج دي بازيك، هادو غا دي بازيك اللي قلتهم لكم. فانا من الاخر راني ما كنطلبش شي حاجه، انا راه غير كنطلب ذا رونغ بيرسون. انت ماشي مغرفتي، غنعطيك اتساع وغتعطيني حتى انت اتساع. اند ذاتس اول فور توداي، نخليو ما نقولو في ليزيبيسود الجايين. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه، اولا نتمنى انكم تكونوا درتو في بالكم شي حوايج اللي ما كنتوش دايرينهم اولا كنتو ناسينهم. سو ذيس واز ذا اند اوف ذا ابيسود، سي يو جايز ان ذا نيكست ابيسود اللي غادي نهضروا فيها على دي سوجي وحدين اخرين. سو نتلاقاو في الخميس الجاي، وما تنساوش تخلوا ليا ان ادفايس في لي كومونتير اللي كنتو كتفرجوا فيها في يوتيوب. سي يو.